آخر يوميات المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، نرحب بكم مشاهدينا آخر اليوميات التي تحمل لنا رصيداً سينمائياً مهماً عرفه هذا المهرجان، حضور وازن لفنانين لامعين في الفن السابع، وأيضاً عروض شملت فضاءات مختلفة من قصر المؤتمرات، أيضاً متحف إيف سان لوران، جامع الفناء إلى غيرها. البساط الأحمر عرف متابعة واسعة، آخر لقطات والمشاهد من البساط الأحمر نتابعها. لا أحد هناك كان ضمن آخر الأفلام التي عرضت في إطار المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للفيلم في نسخته 17. هو فيلم من إخراج المخرج المصري أحمد مجدي، الذي نستضيفه في آخر حلقة من يوميات المهرجان الدولي للفيلم. أهلا بك أحمد. أهلا بحضرتك، متشكر جدا. إذن أحمد، بداية يعني قلت في أحد حواراتك على أن هذا الفيلم هو تعبير عن أفكار وما يروج عند أبناء جيلك. اليوم ما هي الوسائل التي استخدمتها من أجل التعبير عن هذه الفئة، وما هي الفئة التي ركزت عليها خلال الفيلم؟ الحقيقة هي الفيلم شخصي كمان أكتر منه، بيعبر عن جيل، لأنه هو الفيلم جاي من رغبتي في التعبير عن علاقتي بالمدينة وإزاي أنا شايفها، ولأنه الفيلم بحب ألخصه ساعات في ثلاث كلمات: فيلم عن التيه والمسؤولية والإيمان. كل التساؤلات اللي بخصوص الثلاث نقاط دول أنا طول الوقت كنت مشغول بيهم من مراهقتي لحد وقت قريب يعني. فلما بشرت يعني في كتابة الفيلم، وكنت بكتشف أكتر الفيلم ده هيبقى بيحكي إيه بالظبط، كان واضح ليا إنه الفيلم ده مش بيعبر بس عني، بيعبر عن أشباح المدينة كبيرة شبه القاهرة، وان انا كنت في وقت كبير جزء من اشباحها يعني. ليلي جدا، تايه اغلب الوقت، بتساءل اغلب الوقت. فهو على قد ما هو شخصي جدا، على قد ما هو بيعبر عن كتير من الشخصيات دي حقيقيه يعني. طيب، كان هناك ايضا مساله مميزه اثناء الكاستنج، قمت بعرض يعني على وسائل التواصل الاجتماعي من اجل استقطاب ابطال لفيلمك، كيف كانت هذه التجربة؟ الحقيقة كان واضح بالنسبة لنا من البداية ان احنا هنبقى فريق عمل واحد ومتماسك، وكله بيجرب وكله عنده استعداد انه ياخد ريسك ويبذل مجهود كبير. كان واضح ان احنا مش هنعتمد على ممثلين مشهورين عندهم اجندتهم، ان كمان عايزين ممثلين يبقوا بيجربوا معنا لأول مرة زي ما احنا بنجرب لأول مرة، وزي ما انا باخد الريسك ده هو كمان ياخد الريسك ده وكده. فاختيار الممثلين كان ان احنا عملنا اسئله بعد لما اخترنا اختيار مبدئي لتقريبا 25 ممثل، اسئله تبين لنا قد ايه هو شخص معطاء، قد ايه هو شخص ذوقه كمان السينمائي عامل ايه، هل هو متناسب معانا ولا لا، قد ايه هو ملتزم. واعتمدنا على ده على لايف كوتش كمان، هو اللي ساعدنا في وضع الاسئله وساعدنا بعدين في اختيار الممثلين. طيب، واول فيلم روائي لاحمد مجدي، استغرق العمل على هذا الفيلم حوالي خمس سنوات، هل كانت 5 سنوات تصوير، 5 سنوات اعاده صياغه سيناريو، ام ماذا بالضبط؟ الحقيقه هو لما يعني سالني كريم حنفي استاذي يعني وصديق الضرب، فيلمك عن ايه؟ ده كان 2008. الكتابه ان يعني اظن الفيرست درافت بتاع الفيلم ده خلص 2013. فتقريبا من 2012 2013 كنت مواظب على كتابه السيناريو ده، بس ما كنتش بعمل حاجه تانية خالص. 2014 ابتدينا التصوير، خلصنا في نص يعني قعدنا 6 شهور نصور في 2014. بعد كده بقى مريت انا بقى مع الفيلم بعلاقات من الكراهيه والمحبه والاندماج مع الفيلم، وبعدين اعاده مونتاجه، وبعدين تركه شويه، وبعدين ساعتها كنت ما بشتغلش ومعيش فلوس، فكان لازم اشتغل شويه، فكان حظي كويس ان انا يبقى عندي تمثيل.
فقعد الرحلة دي قعدت كتير جدا، وكمان ما كنتش عايز اتنازل، وكنت حاسس ان الفيلم ممكن يبقى احسن ويستحق ان هو يتعرض في مكان كويس. ففضلت في الرحلة دي، كانت صراع طويل يعني مع الموزع في الانتظار والاستثمار اكتر في الفيلم يعني لحد ما حصل. طيب، ورادا على نتيجة الفيلم اليوم؟ الحقيقة هو يعني الفيلم ده بيعبر عني وعن المجموعة من زمان، يعني الفيلم ده 2014، ولكن الصورة والصوت والمونتاج قعدنا نشتغل عليهم لحد قبل مهرجان القاهرة مثلا، عرض أول الفيلم بأيام قليلة، فده اللي بيخليني راضي. شكرا لك أحمد مجدي، المخرج المصري لفيلم لا أحد هناك، شكرا على حضورك معنا. شكرا جزيلا. بعد 9 أيام من السينما، نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم برفقتنا وتعرفتم على آخر الأفلام السينمائية الموجودة في الساحة. أنقل لكم تحيات طاقم التقني التصوير عبد الصمد منتصر، والمونتاج عصام بالعياشي، وأيضا في المساعدة التقنية رشيد بن سالم. كنت معكم أنا رجاء فضلي، في أمان الله.